السلام عليكم، أهلا وسهلا بكل مشتركين قناة نور العين. رجعنا لكم من جديد فيديو جديد. أكيد رح تسألوا شو هالفيديو. هلأ رح نشوف شو هذا الفيديو. خلينا نبدأ بالصلاة على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأنا اليوم يا جماعة ما عملت شي كوافير، اليوم عم بطبخ، حبيت أكون معكم بطبختي اليوم. في كتير ناس سألوني عنها وانا بصراحة شفتها يعني في الفيسبوك، فالولاد شهوها، فقلت رح اعملها. وطبعا حبيت شارك للناس اللي سألوني عنها شو هي اكلة الششبرك. شو هي الششبرك؟ رح تقولوا لي شو هي الششبرك. الششبرك عبارة عن عجين ولحمة بس، ما في شيء. اللحمة انا بقليها وبعملها جوز يا جماعة بس. في ناس بيقلوها بيحطوا لها بصل بيحبوا، انا بحبها بس جوز وملح وشو كمان بهار فلفل اكحل بس، بحبها هيك. وطبعا رح تسالوني انه شو العجينه. ما عجينه ولا شيء، طحين شويه ملح شويه زيت، مقدار يعني الكيلو طحين انا بحط يا دوب نص فنجان زيت، وبركب مي لحتى تصير عجينه طريه وحلوه كتير. بصير بمده يا جماعة هيك، شوفوا كيف بمدة رقيقة، وبعدين بحشيها. وبعدين شو بعمل؟ رح يصير هذا هو شكلها، شوفوا شكلها يا جماعة. وبعدين تنطبخ في اللبن. طبعا هلأ أنا معكم في اللقطات حتى تكمل طبختنا الششبرك. وشو هلأ رح نعمل؟ رح أكمل هدول كلهم، لازم صف هون حتى تكمل العجينة. في ناس يا جماعة بحطوا دغري في اللبن، بس شو بيصير؟ هاي العجينة بتكبر يعني بتفنش مثل ما نقول في قلب اللبن. فأنا شو بعمل؟ بحب أعطيها شوية للعجينة بالفرن وبعدين بتبل اللبن. عن جد يا جماعة أكلة كتير كتير طيبة، سورية حلبية مشهورة جدا جدا ولذيذة كتير كتير، وان شاء الله راح تحبوها. راح خليكم معي في الخطوات، انا راح فرجيكم كيف راح لفهم. عبدو تصورني ماما مشان صور لهم وفرجيهم كيف انا راح لفها قدامهم. عبدو امسك لي التليفون، خلي هيك ايدك عشان انا اعرف كيف. شوفوا يا جماعه بجيب اللحمه بحطها هيك، وبعدين بنتنيها في النص. شوفوا بتصير هيك بهالشكل، خليك هون هيك، وبعدين بلفها. شوفوا بتصير بهالشكل، وبحطها رح اعمل كمان قدامكم وتشوفوا كيف. قرب هيك، ما تحرك كتير التليفون مشان طبعا يعني كل أكلة عندها الضريبة تبعية الشغل تبعها، وخاصة يا جماعة إذا كان عائلة وكمية كبيرة يعني بدها شغل، بدها شغل منيح. هي هيك بتصير، شوفوا شكلها، شكلها كتير أكابري يعني حلو. طبعا أنا بحب الشغل يكون واحد والقطعة نفس الشي، ولا واحدة كبيرة ولا واحدة صغيرة، هيك بشتغل على نفس الأساس. والمطلوب مني هلأ يا جماعة إني كمل كل العجينة وكل اللحمة بهالطريقة مشان يجي أستاذ عبدو في معلقتين يخلصهم. شفتوا؟ بس يا جماعة عن جد أكلة كتير كتير طيبة، ولادي كتير بحبوها وأنا بحبها. يعني هي شوي بدها عذاب شغل يعني، بس طيبة كتير كتير، حبيت شارككم فيها. عم بيقلوا فيديوهاتي طبعا يعني ما بعرف ليه، ضغط الوقت والدراسة. يعني امبارحة وليد قعدني يا جماعة بوظيفته يمكن ساعتين على الطاولة وانا عم لون واعمل وساوي، ما عم بلحق يعني. بتعرفوا ضغط الام كيف لما بيكونوا مدارس وهيك، فالله يعيني ويعين كل الأمهات. فلهيك تحملوني فيديوهات متنوعة بين طبخ وهيك،
ويا جماعة جبت لكم شي جديد إن شاء الله. هلأ هاد ما بعرف هذا رح ينزل قبل ولا الفيديو الثاني، حسب التحميل والمونتاج ما يخلص. كمان في فيديو كتير حلو، كتير كتير حلو. طبعا أنا بجرب معكم أمور مواد التجميل وهيك، وبتعرفوني أنا الشيء اللي بحبه، يعني لما بيطلع شيء منيح وحلو بحب شارككم معهم. طبعا في ناس بتحب تشتري مواد تجميل هيك، وأوقات فعلا نندم ونقول يا خسارة المصاري وهيك، بس أنا عم فيدكم بهالشغلة كمان لو بتلاحظوا إنه عم جيب وجرب، والشي اللي منيح عم قلكن عليه عشان يعني أول شي تجربوا وتستفادوا منه، وتاني شي ما يروحوا يعني مصراتكن على الفاضي إنكم تشتروا شي ما مجرب وتنصدموا فيه يعني. ففي فيديو جاي رح ينزل يا قبل هاد يا هداك رح يسبق هذا الفيديو، كتير حلو. حطوا اللايك وشجعوني، شجعوني كتير يا جماعة عن جد، مشان أنا بصير كسولة كتير وأنتوا كمان يعني ما عم تسألوا. فأنتوا لما بتسألوا علي بتقولوا لي وينك نور العين وهيك، فأنا أكيد رح تشجعوا وما رح خليكن هيك يعني تشتاقوا لي، والله أنا عم بشتاقلكن كتير. لهيك استنوني كمان بالفيديو الجاي، كتير رح يكون حلو ومفيد. حطوا لي اللايك، دعموني، اعطوا شوية دفشة للقناة يا جماعة، حطوا اللايك ونشروه قد ما بتقدروا حتى تشوفوا كل الطبخات الحلوين والكوافير كمان المفيد والشغلات الحلوة، وان شاء الله يا رب نكبر سوا نحن وانتو. هلا انا رح كمل هدول بنفس الطريقة اللي شفتوها وارجع لكم كيف رح كمل. هلا يا جماعة هاي اول صينية عندي طلعت من الفرن، شوفوا شوفوا كيف انا لقينا درجة بس هيك، يعني بعطيهم لفحة لفحة على الفرن بس مشان يكونوا يعني يشدوا حالهم العجينة ما كتير لبين ما يغلي اللبن، وطبهم لبين ما خلص يعني طفي عنهم ما تفنش العجينة باللبن. هاي اول صينية والتانية بالفرن راح كملهم، وبعدين اجيكم للمرحلة التانية لللبن وشو هي الكوية اللي بنحطها للششبرك اللي بتزيد طعمها مليون طعمة فوق، كتير رح تبقى طيبة. خليكم معنا هلأ نكمل فيديو، اللي ما حط لايك يحط لايك ويكمل معنا. أهلا وسهلا. هلأ يا جماعة وصلنا على اللبن، شوفوا أنا شو عملت في اللبن. هلأ اللي عنده لبن بيعرفه مو كتير منيح، برو بحط بيضة باللبن. طبعا أنا حطيت تقليين لبن، تقليين يعني هدوليك التقالي اللي منحط فيها المي، تقلي الخلاط ما يعادل 2 أوضح هيك يمكن. ايه حطيت 2 خلطتهم كتير منيح، لما بتخلطي اللبن كتير كتير منيح ما بتضطري للبيضة ولا للنشا ولا لشي، هو بيكون خلص يعني مسك حاله لحاله. شوفوا كيف، شوفوا يا جماعة مخلوط كتير حتى شوفوا الرغوة بتصير عليه. هلأ نحن مطلوب مننا نضل نحرك اللبن كتير منيح حتى يغلي، بس غلى غليتين خلص فينا يعني يكون في أمان. مثل ما قلت لكم في ناس تحط بيضة مشان يمسك اللبن كتير منيح، في ناس تحط معلقتين نشا، بس يعني ما تكتروا نشا لأنه طبعا الششبرك هو من العجين ونحن رقيناه بالعجين والهيك، فهذاك الطحين كمان بينزل بقلب اللبن وبخليه سميك، مشان هيك يعني ديروا بالكم تكتروا نشا. أنا بحب أعمل اللبن هيك لا نشا ولا شيء، اللبن أنا بعمله في البيت يعني كتير منيح بعرفه، يعني هو منيح ما رح يفقس معي. بخلطه كتير منيح، بحط له شوية ملح وبضل حركه حتى يغلي معي. هون يا جماعة الكمية خلصت عندي، شوفوا هدول الشيش بركات، أنا أعطيته اللفحة مثل ما قلت لكم في الفرن،
وهاي الكوية راح تقولي شو الكوية؟ الكوية هي يعني اجت من معنى انه نكوي نكويلة لما بيكون الزيت حامي ولا الواحد بيحطه فوق الأكلة، فالزيت حامي ولا السمنة فبتكوي الأكلة بيجيها طعم كتير منيح. هاي بقى أنا راح لما خلص اللبن يغلي وحط الشيش برك فوقه، هذه راح حمس شوية توم، حط له كزبرة، معلقتين كزبرة كبار، ولما يخلص معي طنجرة الشيش برك راح حطها فوقهم. خليكم معي لتشوفوا الأكلة كيف راح تنتهي. عن جد يا جماعة كتير أكلة طيبة بنحبها كتير، وهي شتوية. مجرد ما يجي الشتاء لعنا نحن بنقول الشيش برك بنحبه كتير. فهيك خليكم معي لحتى كمل وتشوفوا قديش منظرة بيشهي. عن جد يا جماعة كتير طيبة. مثل ما قلت لكم اللبن ما رح ما لازم ينترك أبدا أبدا، لازم نضل نحرك فيه هيك حتى يعني نقول إنه خلص غلى. أبدا ما بيصير نوقف. خليكم معي لحتى يغلي اللبن، فرجيكم كيف راح طب الشيش برك في قلبه، كيف راح تتفتح، كيف راح نكويلها. خليكم معنا، واللي دخل على الفيديو جديد حط لنا اللايك، وكمان خلوني يا جماعة وجه تحية لكل مشتركين بالقناة. طبعا أنا تفاجأت عندي من كل الدول العربية والأجنبية، حتى الهند، حتى أفغانستان. يا جماعة كتير دول مشتركين عندي في القناة، بوجه لهم تحية كبيرة كبيرة. ممكن هن ما يفهموا اللغة بس في شي شدهم، يمكن بالكوافير، يمكن بالأولاد، يعني والله ما بعرف. بوجه لهم تحية كتير كتير كبيرة، وبقولكم أهلا وسهلا، وإن شاء الله عائلتنا دايما تكبر تكبر فيكم ومعكم. خلوني أرجع لكم لما بيغلي اللبن. هلا يا جماعة شوفوا اللبن، شوفوا شوفوا كيف، لا فقس ولا شيء. بس طبعا انا ضليت محرك فيه طول الوقت. هلا راح احط الشيش برك، نزلهم شوي شوي، حرك على مهلك. هي ابو عبدو عم ساعدني لانه الاولاد طبعا بالدرس، وانا عم نزل شوي شوي مشان راح نحرك على مهلنا مشان كمان هذول ما يرجعوا يتخبصوا. عم ننزل شوي شوي. شوفوا شكله يا جماعة، حتى العجينة ما بتفتح كتير بقلب اللبن لأنه أنا شاويتها شوي على الفرن. هاي ميزة إنه تنشوى على الفرن فبيطلع أطيب هيك. في ناس قلت لكم ما بتشوي، بس أنا بحبهم مشوي عشان ما تفتح كتير الشيش بركاية وقلب اللبن. على مهلك على مهلك، لي ساعتين عم بشتغل عشان تحرك هلا بسرعة وتعفس لي اياهم. شوفوا يا جماعة أنا حطيتهم كلياتهم شوي شوي، وعم نحرك على مهلنا شوي أبعده هيك. إحنا نحاول بس نخليهم يتغمروا باللبن. شوفوا يغلي اللبن وهن جواته، بس كمان نحرك على مهلنا بدون ما نخبصهم يعني. وبس يسخن اللبن وهم يتغمروا منيح يشربوا اللبن يغلي. شوفوا عن جد الريحة. وهي أبو عبدو عم يعملنا كوية الثوم. شوفوا هاي هي الكوية تبعيته. هلأ بس خلصت هاي رح نحطها فوق اللبنات، زيدهم شوي وبعدين حطوا ونخليهم بقى يغلوا شوي.
هيك بيكون الشيش برا كتير طيب وبكون خلص معنا. شوفوا اللبن يا جماعة عن جد بجنن، شوفوا شايفين شايفين، احنا بدنا اياهم يسخنوا في قلب اللبن. هاي نحن معكم في الخطوات الخطوات الخطوات. التوم لازم يتحمص، يتحمر شوي يصير لونه هيك بني فاتح حتى تطلع عن جد يا جماعة الريحة. يعني أنا قلت ما رح أكل هلأ، كمان شوي شكلي رح أبدأ قبل ما يجوا الأولاد. أنت جيت جوعان ولا شبع؟ أكيد شبعان، إني شبعان لأشوف لأقلك صادق شبعان شبعان. متأكد؟ متأكد هلأ ما نشوف، رح صورلكم إياه كيف شبعان. راسي نحط على الصفرة ما بعرف، الواحد بيشتهي يعني، الواحد بحب يدوق ولا ما بقاوي والله ما بيتقاوم. شش بركة يا جماعة عن جد أكلة كتير كتير طيبة. حاجتين خلص حاجتها، هات استنى قبل ما تزتها فرجيهم اللون لوين وصل. شوفوا شفتوا يا جماعة كيف التقلاية بتكون. استنى بدنا نحط الكزبرة، نسينا الكزبرة في التقلاية. هاي حطينا الكزبرة فوق التقلاية يا جماعة، حركناها شوفوا منظرها بشهي. هلأ زدت لي اياها فوق اللبنات، هذاك الطرف عشان يكون رح تنزل. يلا 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 هاي الكاوي شلون عم تكوي، هاي هي هاي هي الكاوية. خلص شيل 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 بس شيل، شوفوا يا الله شلون شغلوا رجال. شوفوا يا جماعة شفتوا واللبن عم يغلي. هلا نحن رح نعيفهم يا دوب خمس دقائق دقائق وخلص. هلا يا جماعة الشيش برك على النار خمس دقائق هيك وبيخلص. بس زاد عندي عجينة، شوفوا عجينتي قديش روعة، ففكرت شو بدي أعمل، قلت رح أعملها فطاير جبنة لأنه وليد كتير بحب الفطاير هدول، فأنا حطيت جبن سوري ومعه جبن كريمي ونعناع طبعا ما بنسى، أنا كتير بحب النعناع. رح خلطهم وأعمل شوية فطاير جبنة وقليهم وفرجيكم بالآخر كيف رح يكون أكلاتي. طيبين ولا مو طيبين؟ قولولي لكم في التعليقات طيبين ولا مو طيبين. خليكم معي. هيك يا جماعة هلأ عم بعمل الفطاير، شوفوا الجبنة، واللي بتقلي كيف قطعتيهم وكيف، أنا مو بالقالب ولا بشي يا جماعة، بشوف غطى السكر بقطع، بشوف غطى الملح بقطع، المهم يكون القياس عندي منيح. بعدين هيك بعملهم في الشوكة شوفوا بتكون الفطيرة. فرجيهم هنيك، أبو عبدو زيرو في التصوير زيرو، خلص 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 هيك راح اشتغل معكم كمان. عن جد يا جماعة لما بتنخلط الجبنتين سوا فرجيهم أنا ايش هبعمل. ما بتفهم علي غير زهرة، غير زهرة اللي بتفهم علي بالتصوير، دايما متشندلي مع ابو عبدو وعبدو. هيك بعملهم شوفوا شكلها، مين بيعرف انه هاي مقطعة بغطاء علبة السكر؟ والله ما حدا بيعرف. شفتوا هاي هي ست البيت يا جماعة، ست بيت ولا مو ست بيت؟ طبعا أيوه. اكيد هو يعني اللي غير هيك، لا شوف خلينا مجوعان اليوم اللي بقول غير هيك غلطان.
ريحة النعناع يا جماعة عن جد بفطاير الجبنة غير، ما تقولولي أبدا بدون نعناع الفطيرة. شوف ولا قالب ولا شيء هيك، ولا نكمل ونشوف. هلأ يا جماعة خلصت، شوفوا الششبرك كيف فتح في قلب اللبن. ريحة التوم يا جماعة عن جد بتشهي. في ناس بتقدر كمان تقلي لحمة وتحط على الوش، بس أنا يا جماعة ما كتير بحب اللحمة، يعني أنا أساسا نباتية، بس يعني ها مرقة شوي. شوفوا، وكمان عملت الفطاير تبع الجبنة، لو تشوفوا قلبها يا جماعة، شوفوا الجبنة، شايفين؟ كتير طيبين. وكمان عملت شوية زنجل، رح تقولي لي شو الزنجل؟ الزنجل هو اللي بيزيد من العجينة شوي، أنا بعمله قراص وبقليه، ونحط له سكر وقرفة، كمان ريحتهم بتشهي. هيك بيكون خلصت عشاي اليوم، شاركتكم فيه. رح قلكم لا تنسوا الفيديو الجاي، رح يكون إن شاء الله عن جيل اشتريته كتير كتير منيح للوجه، في مؤشر وبعدين بيطري الوجه، يعني كتير كتير عجبني وحبيت أعملكم فيديو لتشوفوا، ومو خسارة إذا اشتريتوا. استنوني بالفيديو التاني، دعموني بهذا الفيديو كتير لحتى أشوف التشجيع، واستنوني بالفيديو التاني، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ويجيكم الرنة إنه نور العين نزلت الفيديو وتشوفوا. وهيك كملنا، راح أقلكم سلام.